منطقة ديرة بدبي ولد الدكتور سعيد حارب، وعلى ضفاف خور دبي نشأ وترعرع ليكون شاهداً على عصر النهضة في دبي، مذ كانت مدينة صغيرة ومحطة تجارية على ضفاف الخليج العربي، حتى تحولها إلى واحدة من المدن العالمية التي تعج بالحركة والنشاط. الدكتور سعيد حارب الذي تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس دبي وهي تخطو خطواتها الأولى، التحق بالأزهر الشريف لينهل من معين شيوخه وأساتذته علماً أهله للحصول على شهاداته الجامعية في الشريعة والقانون، ليواصل لاحقاً تدرجه في المراتب العلمية، متوجاً مسيرته الأكاديمية بالدكتوراه حول العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية. المرحلة اللي درست فيها مع زملائي كانت السائد في الإمارات هو التعليم الكويتي اللي كانت تشرف عليه دولة الكويت في ذلك الوقت، ثم جزء من ذلك بعد قيام الدولة الاتحادية، يعني بها دولة الإمارات العربية المتحدة. ودرست في المعهد الديني الثانوي في دبي جميع هذه المراحل، وأنهيت المرحلة المتوسطة. وفي ذلك الوقت كنا ندخل في تنافس مع أخواننا وزملائنا في الكويت، لأن كانت الشهادة واحدة، فالثانوية العامة كان يدخل فيها كل الذين يعني يخضعون للتعليم العام في دولة الكويت. والحمد لله يعني حققت نتائج متقدمة أنا وبعض زملائي على المستوى الشهادة بشكل كبير. المدارس كانت محدودة، المدارس الثانوية تقريبا مدرستين في تلك المرحلة، كان مدرستين للبنين ومدرسة، ثم بنيت مدرسة ثانية أيضا للبنات للتعليم الثانوي أقصد به. طبعا التعليم النظامي في الإمارات بدأ مبكرا، بدأ مع المدرسة الأحمدية التي أنشئت 1907، وأنشأها تاجر اللؤلؤ في ذلك الوقت أحمد بن دلمون، وسميت الأحمدية نسبة إليه، لكنها افتتحت رسميا في 1912. معنى هذا أن النظام التعليمي قريب مما هو عليه اليوم، نظام له مناهج محددة، له وسائل تقويم محددة، له مخرجات معينة، كان موجود.